السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان أصدقاء ديالنا، معكم أخوكم مصعب من مدينة طنجة، وكنرحب جميع ملوعين داخل الوطن وخارج الوطن. كيف ما العادة ديما كنحاولوا نشوفوا شي حاجة جديدة، شي حاجة في شي شكل. اليوم غادي يكون واحد ماشي موضوع، اليوم غادي تكون بحال واحد شوية ديال النشاط، شوية ديال الضحك، وشوية ديال الروتين بدل ديال لي بيروكي. غادي يكون العنوان ديالها ان شاء الله هي مصارعة بين الببغاوات، بين جوج ديال انواع، بين نوع واحد من الببغاوة، ملي غادي يكون هو صنف واحد اللي معروف هو الكايكي. الكايكي غادي تكون واحد المصارعة بيناتهم، اللي انا شحال وانا باغي نصور هذا الفيديو هذا، واليوم تحت لي الفرصة وما بغيتش نفلتها لان صعيب شويه باش نصورهم. كنجي نصورهم كيبداو انيلو داكشي اللي كانوا كيديروا. حاولت نصور وما صورتش كل شيء. هذه بعض الاشياء اللي هي في الكايكي اللي الناس اللي كيحبوها، واللي هو علاش كيخلي الكايكي انه مطلوب وانه الثمن ديالو مرتفع شويه مقارنة بالحجم ديالو، اللي كيسحب له شحال من واحد الحجم ديالو، كيقول لك علاش وصل هذا الثمن. الكايكي واحد الطائر اللي هو واحد النوع ديال الببغاء، اللي هو كيقدر يدير بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال الحركات اللي مبدلين على جميع انواع البيروكيات، وكيقدر يتقنهم بواحد القوة وبواحد الاتقان رائع جدا. وان شاء الله كنتمنى من الفيديو انه يعجبكم، وغادي يكون واحد المقطع واعر بزاف، مزيون بزاف، شي حاجة واعرة بالنسبة لي، عجبني أنا بزاف، لأن شي حاجة مختلفة على العادة. وقليل فين تلقى بحال هاد لي فيديو هادو، قليل بزاف، لأن صعيب باش تصورهم، لأن كيكون في واحد الوقت محدود ديالهم، واحد الوقت وجيز، كيديروه بالكانة، كيحاولوا داكشي كي بحال نقولو كيعملوه بالكانة، ماشي يوميا وماشي نقدر نقول لكم كل ساعة، نقدر يوميا عفوا نقدر يوميا، ولكن في الساعة مبدلة وصعيب باش تصورهم. كنتمنى الاخوان عودة لكم ان شاء الله. ما تنساوش انكم تشتركوا على القناة ديالي، وما تنساوش تشاركوا القناة ديالي مع الاصدقاء ديالكم اللي كتعرفوهم فعلا غادي يتفاعلوا مع هذه القناة. والحمد لله، كنتمنى يكون الدعم قوي باش يكون كذلك الفيديوهات اللي غادي نحطو تكون حتى هي قوية، وتشرف ب بالملوعين ديالنا تكون عندها واحد الولاعة، والنيفو ديال الولاعة زوين، والضحك وان شاء الله، ومن نفس الوقت نستافدو، ومن نفس الوقت نعرفو فكرة على هذا النوع ديال هذا الببغاء اللي غادي يعجبكم بزاف. ما تنساوش الاخوان، اعيد واكرر، الضغط على زر الجرس باش يوصلكم اي فيديو، ما تنساوش الاشتراك على القناة والضغط على زر الجرس، وما تنساوش انكم تحطوا لنا كاع لي كومونتير باش نحاولوا نهضروا على شي انواع. ان شاء الله الفيديو اللي جاي ان شاء الله مع الاصدقاء غادي ندخل واحد الفيديو، ها هو يعني ان شاء الله راه قريب غادي نحطه فيديو، على ان البيروكي واش ضروري انك تديه للفيتيرينير او لا تديه عند طبيب الحيوانات او البيطري. يعني ما تنساوش ديما نحاولوا نديروا الجديد. ما تنساوش الاخوان، ما تنساوش انكم في التعاليق تحطوا لنا الاسئله اللي بغيتوا، وان شاء الله غادي نهضر عليها ان شاء الله. وشكرا للاخوان، والفيديو ها هو. Thank you.
Thank you.